نطلب من كل العالم انه يعملوا مستحيل لحتى بيروت ما ترجع تعيش اليوم مأساة اللي عشتها من 4 سنين. حطينا كلفة كتير غالية ورح نضل مكملين المسيرة لحتى نوصل للعدالة مهما كانت صعبة. بالنسبة لنا كشعب لبناني لازم نكون متحدين ونطلب من الحكم اليوم وبكرة وللمستقبل إنه بدنا الحق، بدنا العدالة، مش بس بهيدا الموضوع بس بكل المواضيع، بكل شيء. بدنا الأمن الكامل لكل لبنان، لكل لبناني بهالوطن وبرات الوطن. بده يحكي يقف حتى الدار الخبر. هيدا الانفجار اكبر بكثير من حرب غزه. انا بنظري اكبر بكثير من حرب غزه. اذا بنعرف مين المسؤول عن هذا الانفجار بفتكر بتتحلحل كل الامور.